كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبد الله خلف بأنه تم ترسية وطرح 182 مناقصة خلال العام 2019 من مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك تنفيذا لبرنامج الحكومة تلبية لاحتياجات مختلف مناطق مملكة البحرين بناء على الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية والمخطط الهيكلي العام للبحرين لعام 2030. تبذل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني جهودا كبيرة لتحسين الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، لا سيما المناقصات التي تطرح وتتضمن عددا من المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن وتسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد. حيث كشف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنه تم ترسية وطرح 182 مناقصة خلال عام 2019 من مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك تنفيذا لبرنامج الحكومة لدورة الميزانية العامة للدولة للعامين 2018-2019. ضمن تنفيذ برنامج عمل الحكومة للأعوام 2018 إلى 2022، كان عام 2019 عام حافل بالكثير من مشاريع البنى التحتية في شؤون الأشغال. خلال هذا العام كم تم ترسية 89 مناقصة في مجالات البنى التحتية، في مجالات الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء بقيمة حوالي 200 مليون دينار. خلال هذه الفترة أيضا خلال عام 2019 تم طرح 93 مناقصة أخرى في هذه المجالات، مجالات الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء بقيمة حوالي 106 ملايين دينار. هذه المشاريع طبعا متركزة في مجالات البنى التحتية من تطوير شبكة الطرق الرئيسية وأيضا الداخلية. وفي إطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتيسير تنفيذ إجراءات المشاريع، أكد الوزير خلف أن الوزارة حصلت على الموافقات لتمويل عدد من المشاريع الهامة وذات البعد الخدمي الذي يمس المواطنين والمقيمين بشكل مباشر ضمن برنامج التنمية الخليجي، حيث تم خلال العام 2019 طرح وترسية 20 مناقصة ضمن البرنامج. هذا وتتواصل جهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للارتقاء بجودة المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في كافة أرجاء المملكة.